السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم ضمن هذه النشرة الإخبارية من قناة العيون. نبدأها بأبرز العناوين. أولى عناوين النشرة من اختتام فعاليات المنتدى العالمي كرانس مونتانا بالداخل. وفي النشرة أيضا توأمة بين مدينة الداخل ومدن من الدومينيكان. كما نعرض للمشاركة القوية للمرأة بالمنتدى العالمي. أهلا بكم مجددا، ونبدأ من فعاليات المنتدى العالمي كرانس مونتانا بالداخل. اختتمت فعاليات منتدى كرانس مونتانا بعد 3 أيام متواصلة من طرح النقاش والانشغالات التي تهم القارة الأفريقية على مستوى الأمن والصحة وقضايا أخرى تتعلق بالتعاون جنوب جنوب. حفل الاختتام تميز بتكريم عدد من الشخصيات الدولية المشاركة. بكار دريمي ومحمد مشنان والتفاصيل. بعد 3 أيام عرفت طرح ومناقشة عدد من القضايا الإفريقية ذات الصلة بالتعاون جنوب جنوب، وفي حفل ختامي متميز تم تكريم مجموعة من الشخصيات المشاركة في المنتدى. جائزة مؤسسة كرانس مونتانا حصل عليها رئيس جمهورية أستونيا سابقا، رئيس الوزراء الإسباني سابقا ساباتيرو، ونائب الأمين العام للأمم المتحدة السيد فيليب دوسيت بلازا، وجون لويس بولورو، وعدد من الشخصيات الأخرى. حفل الاختتام عرف أيضا تسمية مجموعة من قادة الغد الجدد من الشباب الإفريقي المشاركين في هذه الدورة. On a eu la chance d'être nominé en tant que nouveau leader du futur pour la promotion 2015 par le Kranz Montana. Et aujourd'hui nous sommes très heureux d'être présents ici à Dakhla qui est une superbe ville. Cette initiative du roi du Maroc vraiment nous honore particulièrement, nous en tant que jeunes, parce que la coopération sud-sud est vraiment quelque chose de primordial pour l'émergence 2020. La Côte d'Ivoire est un pays frère au Maroc. Alhamdulillah, tam takrimi min dimn les leaders f hada mu'tamar dial Kranz Mountana w ana alhamdulillah jarraha hon f mustashfa al Hassan thani mud 3 sanawat. Nashkarhom ala hada takrim lianahu dafi' bash rajach yishtaghal akthar w alhamdulillah sakint dakhla ghaliya aliya w jaime ce que je fais. ونفس المنطلق اللي هما عنه في كرانس مونتانا، هذا معناه عنه سي ان امور بارتاجي، هما يبغوا لافريك، يبغوا لومانيتي، وتوس بوغ ان موند ميور. انا سعيد بهذا الاختيار، اني نكون ضمن 30 شاب تم اختيارهم ضمن القاده الشباب المستقبليين. بطبيعة الحال سعيد ايضا لاحتضان مدينه الداخله والمغرب لهذا الملتقى اللي حقيقة استفدنا منه احنا كشباب، اولا على مستوى المتدخلين اللي كانوا في مستويات كبرى. اذا اسدل الستار على منتدى كرانس مونتانا الذي عرف على مدى 3 أيام مناقشة محاور التنمية والصحة وتطوير الصناعات الزراعية والغذائية وتطوير القطاع المالي والبنكي في افريقيا، بالاضافة إلى الصناعات السياحية والعناية بالطاقات المتجددة وتعزيز الحوار بين دول المغرب العربي وأوروبا وقضايا التربية وتشغيل الشباب الإفريقي. على هامش منتدى كرانس مونتانا تم عقد ندوة علمية بحضور وزير السياحة الحسن حداد مع مؤسسات السياحة الأوروبية والأفريقية ورجال المال والأعمال المستثمرين في المجال. تم عرض التجارب والخبرات المغربية مع الوقوف على تطور المجال الذي بات يعرف نهضة تنموية.
لقاء قدمت خلاله مدينة الداخلة كنموذج للسياحة الدولية. غالي الجارحي ومحمد يداس ونافع السباعي. مساهمة السياحة في التنمية الاقتصادية محور مداولات هذا اللقاء الذي تميز بالوقوف على الإمكانيات التي تختزنها الداخلة في المجال السياحي والمساهمة في التنمية المستدامة. موقع جغرافي يمنح للمدينة سحرا خاصا يمثل عامل جذب لعدد مهم من السياح، كما يمثل فضاء مهيئا للاستثمار في القطاع السياحي مرتكزا على منتوج متنوع توفره المنطقة. داخلة لها مؤهلات كبيرة جدا، هذه المؤهلات هي من ناحية السياحة الرياضية، خصوصا أن عاصمة لما هو رياضات هوائية، وستستقبل في القريب إحدى محطات الدوري للرياضات الهوائية المائية، وهذا يعني توجه اللي هو مهم بالنسبة للداخلة، وتوجه الرياضة والسياحة المستديمة بالنسبة لهذه. ولكن ما نلاحظه مع منتدى كروس مونتانا هو هناك إمكانيات كبيرة جدا لتطوير كذلك سياحة الأعمال. Aujourd'hui on peut dire que Dakhla présente propose un produit touristique quand même qui n'existe pas partout. Hein, c'est vraiment le Sahara, voilà, c'est vraiment le désert. Hein. Donc je pense que ça c'est il y a également un produit touristique, c'est le produit touristique classique, hein, ce sont les plages. Et en plus de ces plages, Dakhla développe d'autres produits. Dakhla تمتاز بأشياء لا تمتاز بها لا يمتاز بها أي إقليم، البحر والشمس والصحراء، وكذلك تعتبر نقطة يعني استراتيجية بالنسبة للمحيط الأطلسي والمحيط البحر الأبيض المتوسط وجنوب الصحراء. نماذج عدة قدمت في هذا السياق لتجارب سياحية متميزة تقدم مثالا للمشاريع المندمجة والتي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة عبر احترامها للمعايير البيئية ووضعها في صلب مخططات التنمية السياحية لضمان حماية المؤهلات الطبيعية وضمان استدامتها. Cet endroit privilégie la réflexion. Ensuite, bon, ben, vous le savez, traditionnellement, on a la mer et le désert. La mer, on est en train de développer avec énormément de clubs. Et puis le désert, maintenant, c'est le grand moment des nomades parce que aujourd'hui, les gens ont envie de rien. Ils ont envie de sable, ils ont envie de spiritualité, ils ont envie de ciel étoilé. Et tout cela, les nomades peuvent le leur montrer. Ils ont une vraie capacité individuelle à faire découvrir leur monde. I'm very impressed of the city, the situation, the location, of course. It's a unique location on a peninsula in the desert and the Atlantic Ocean. And I think it has huge potential to become a real center for tourism. And of course, that will help economic growth, sustainable economic growth for the people living here. وقعنا اتفاقية مؤخرا واللي في إطار دعم السياحة الغروية اللي الداخلة تتوفر على الكثير من الموهبات التاريخية في السياحة الجبلية وفي العالم الغروي مثل أو السرد مثل القلات مثل وادي الشياف. وتعتبر الداخلة وجهة سياحية متميزة لهواة الرياضات البحرية، كما يسعى القائمون على الشأن السياحي وفق رؤية مندمجة تشجيع عدد من الأنواع السياحية كالاستكشافية وسياحة الأعمال، مستفيدة من البنية التحتية المهمة والإمكانيات الطبيعية المتميزة. المشاركون في منتدى كرانس مونتانا بالداخلة اطلعوا على التجربة الرائدة لهذه المدينة في المجال السياحي التي باتت تشكل نموذجا متميزا ذا عصيته في أرجاء العالم، واحتضانها لهذه التظاهرة الدولية يعتبر ثمرة لمسيرة حافلة بالمنجزات ونهضة تنموية متواصلة. لقناة العيون، غالي الجرحي ومحمد يداس من الداخلة. وعلى هامش اليوم الثالث من منتدى كرانس مونتانا بالداخلة، كان موفد القناة زميل محمد المصطفى خية قد التقى وزير السياحة الحسن حداد وأجرى معه اللقاء التالي. لنتابع. إذن مساء الخير مشاهدينا الكرام، ورحب بكم في هذا اللقاء الخاص على هامش نشاط أخبار قناة العيون والذي أحتضن فيه هنا بقصر المؤتمرات بالداخل على هامش منتدى كرونس مونتانا في دورة 26 السيد حسن حداد وزير السياحة. أهلا بك السيد وزير في هذا اللقاء. أهلا وسهلا.
السيد الوزير، بدايه لا شك بان منتدى كرانس مونتانا من اولى الاولويات اللي طرح في هذا المنتدى هي نقاش عديد القضايا اللي تسمونها قطاعكم المحترم قطاع السياحه. شنو اهميه هذه النقاط السيد الوزير اللي طرحت في المنتدى واللي تخص بطبيعه الحال الصعيد الوطني كله بالاخص الاقاليم الجنوبيه ومدينه الداخله؟ وهو اولا هذا اللقاء كرومونتانا في الداخل له اهميه كبرى، اهميه سياسيه واهميه اقتصاديه واهميه رمزيه، وكون انه 113 دوله كانت ممثله، شخصيات من مختلف القارات، شخصيات وازنه على المستوى السياسي، على مستوى القرار الاقتصادي، على مستوى المجتمع المدني، على المستوى الاعلامي، اذا هذا يعطي دلاله كبيره جدا بالنسبه لهذا اللقاء، ويعطي كذلك اهميه سياسيه ورسالة سياسية قوية بأن الأقاليم الصحراوية وبأن الداخلة أصبحت نقطة وصل ما بين المغرب وإفريقيا، ما بين أوروبا وإفريقيا على مستوى الأطلسي، كجامعة أو كلقاء للتواصل حول قضايا والنقاش حول قضايا مصيرية مهمة جدا تهم إفريقيا، تهم التعاون جنوب جنوب، تهم كذلك القضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الداخلة وفي منطقة الصحراء المغربية بشكل عام. سيد الوزير، خلال مباحثاتكم مع الوفود الأجنبية شنو اللي تم التركيز عليه بخصوص قطاعكم المحترم في هذا المنتدى؟ أولا بالنسبة للوفود الأجنبية كان هناك تركيز كبير جدا على التعاون فيما يخص التنمية الاقتصادية بالنسبة لدول الجنوب، وخصوصا مع دول مثل كينيا، مع دول مثل الكونغو الديمقراطية، مع الكوت ديفوار، مع دول الكاريب وغيرها، دول جزر القمر إلى غير ذلك، مع دول أوروبا الشرقية، تم الحديث حول ما هي الإمكانية للتنمية الاقتصادية مستديمة تعطينا الإمكانية التنمية مع تأثير إيجابي على الساكنة المحلية، مع تأثير إيجابي على الثقافة المحلية، مع عدم تدمير الموارد المحلية، ولكن في إطار نوع من التعاون حول قضايا مهمة جدا وتحديات تخص الأمن، تخص الهجرة الغير مشروعة، تخص كذلك كثير من التهديدات الأمنية الموجودة في المنطقة. سيد الوزير، كسؤال أخير، ماذا عن استراتيجيتكم المحترمة هنا بجهة واد ذهب القوارب بمدينة الداخلة بشكل خاص، سيما وأنك توفر على مؤهلات سياحية اللي هي كبيرة اللي يمكن ترويج لها وطنيا ودوليا؟ هناك مؤهلات كبيرة جدا موجودة بالنسبة لمدينة الداخلة، وهذه المؤهلات هي مؤهلات اقتصادية وسياحية مهمة بوجود هذا اللقاء الفريد من نوعه ما بين المحيط وما بين الصحراء والثقافة الحسانية المغربية، والإمكانيات هي موجودة بالنسبة لتطوير السياحة الرياضات الهوائية والمائية، سواء الآن تطوير سياحة المؤتمرات، ونحن نشهد الآن مطور البنية التحتية، لأن البنية التحتية تصل فقط إلى 800 بيت بالنسبة للفنادق، يجب أن نصل إلى 4000، يجب أن نصل إلى 100000 سائح في السنة، يجب كذلك ربط الداخلة بجزر الكناري عبر التواصل الجوي، ذلك ونحن في إطار العمل على أن يكون هناك خط رابط وبين الداخلة، وفي المستقبل إن شاء الله سندرسه على مستوى السوق الألمانية والسوق الإنجليزية. والمسألة الثالثة الأساسية وهي تطوير المهن بالسياحة بشكل أكبر، سواء المهن الفندقة أو مهن المطعم المتعلقة وكذلك المهن المتعلقة بالمؤتمرات بالنسبة للشباب الصحراوي الموجود بالنسبة. إن شاء الله جزيل الشكر لك السيد حسن حداد وزير السياحة، إلى اللقاء. انعقاد مؤتمر كرانس مونتانا في دورته 26 بالداخل كان فرصة للمنتخبين كما لباقي المشاركين لربط علاقات تعاون وشراكات مع عدد من نظرائهم من خارج المملكة، كما أبدى خلال الملتقى منتخب عدة جهات بالمملكة اهتماما كبيرا لهذا المنتدى. التفاصيل مع محمد تروزي ومحمد يداس. حضر العديد من المنتخبين في ملتقى كرانس مونتانا من داخل المملكة لاغتنام الفرصة التي يوفرها الملتقى العالمي الذي شهد حضور رجال أعمال إضافة إلى هيئات سياسية من دول مختلفة من العالم. اختيار مدينة الداخلة ما جاء من شكل اعتباطي، جاء على اعتبار واحد المجموعة من الاعتبارات،
أولها الأمن والاستقرار اللي يعرفه المغرب، الثاني مؤهلات مدينة الداخلة ولو بشكل عام جهة وادي الذهب القويرة، الاعتبار الثالث موقع الداخلة موقعها الاستراتيجي على مستوى أنه غادي يكون يلعب دور في إطار العنوان اللي منعقد تحت هذا المنتدى وهو تعاون جنوب جنوب. هو لقاء تاريخي بالنسبة لساكنة الداخلة، هو لقاء ديال 114 دولة عالمية اعترافها بالداخلة اقتصاديا. كما كتعرفوا الداخلة موقعها الاستراتيجي هي بوابة المغرب جنوب جنوب، وهي موقعها عنها بوابة أوروبا، ونحن ساكنة الداخلة فرحانين لهذا اللقاء الاقتصادي. هذه فرصة سانحة، فرصة كبيرة وكبيرة جدا، نتمنى أن المنعشين الاقتصاديين في المنطقة يستفيدوا منها، ما إلا المنطقة من الصحراء كاملة، لأن الخيرات ديالها ستكون كثيرة وستكون عواقبها جد إيجابية على اقتصاد المنطقة. وهذا جنوب جنوب اليوم هو الفحوى، هو المنتظر في كل الاقتصادات في العالم. هذا الملتقى من هذا الحجم احتضنته مدينة داخلة، سلام محالة، سيفتح ورشا جديدا في مختلف الميادين وعلى مختلف المستويات، وسيرجع على المملكة بالخير العميم فيما يتعلق بالأوراش الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بصفة عامة، ومدينة الداخلة على وجه الخصوص. ملتقى تم الاختيار ديال الدخلة عربون، القيمة المضافة اللي كيعرفها المغرب بين باقي الدول المشاركة اللي فقط تقريبا 115 دولة، وهذا بالنسبة لنا إيجابي لحقيقة هاد غرونس خانا، ومن خلال كلمات الافتتاحية والكلمات ديال المسؤولين اللي حقيقة كانوا جد مسرورين، وخصوصا أنهم متواجدين بالدخلة. كريس مونتانا انعقاده في مدينة الداخلة قيمة مضافة لها كبيرة، نظرا لمدينة الداخلة مدينة معروفة دوليا، وهذا من الملتقى قد يعرف به أكثر ويفتح أمام العالم، لأنها أصبحت مؤهلة من خلال المؤهلات اللي فيها، وأصبحت العالم يعرف مدينة الداخلة من خلال المؤهلات الفلاحية والصيد البحري والسياحة. ولا شك عن هذا المنتدى الاقتصادي العالمي اللي معروف انعقاده في هذه الظرفية في ذي الجهة لا يعطيها دفعة أخرى جديدة وكبيرة ويعرف بها العالم. التنظيم في الصحراء كان عطانا فرصة مناسبة باش حتى احنا نشرحوا النموذج التنموي اللي عندنا الأقاليم الجنوبية، لأنه كان واحد النموذج رائع تقدم صاحب الجلالة وتمت الموافقة عليه، والحال احنا كننتظروا في إطار تطبيق ديالو موازاة مع تطبيق الجوي المتقدم، وهذا جد مهم، وهذا مكسب للداخلة بالخصوص ومكسب للمملكة بصفة عامة. هذا اللقاء أولا جا باش يتوج واحد المجهود كبير وكبير جدا، واللي في وقت قياسي حول الداخلة من مدينة صغيرة جدا إلى المدينة اللي هي عالمية اليوم، واللي كتحتضن واحد من أكبر المنتديات الدولية. وشفتوا مستوى النقاش اللي اليوم، مستوى النقاش اللي ثبت بأنه التعاون جنوب جنوب. المغرب رابحة رهانة هذا الملتقى الذي نعتبره ملتقى تاريخيا، ولا شك أنكم تتبعتم العديد من التدخلات التي أشادت بالمجهودات الجبارة وبالتطور الذي يعرفه المغرب إن على المستوى الديمقراطي أو على المستوى التنموي. الفرصة كانت مواتية لبعض المنتخبين من وادي الذهب، ممثل عن جمهورية الدومينيك، التقوا مسؤولين من الداخلة، فكانت النقاشات على هامش الملتقى بين الأطراف لإيجاد أرضية أولية لميلاد توأمة بين مدن بالدومينيك والداخلة. انعقاد هذا الملتقى في مدينة الداخلة هذا تحدي، والحمد لله كان نجاح للمملكة المغربية وتعريف مدينة الداخلة، وفوائده هو وفود تقريبا 150 دولة كانت مشاركة هنا، وكان لنا لقاءات على هامش المؤتمر، جرينا عدة اتصالات مع عدة وفود، واللي تمخضت عنا عدة اتفاقيات مع بعض البلدان كيف جمهورية الدنوميك اللي هي إن شاء الله غادي نبرو معها
اتفاقية توأمة بين مدينة الداخلة بين مدينتين من مدنها، وهذه الحمد لله بداية يعني لمدينة الداخلة. tenemos cosas comunes, práctica de actividades deportivas acuáticas. Ustedes son especialistas en materia de pesca y nosotros queremos que haya intercambio entre pescadores que vengan aquí para que reciban la debida orientación y puedan aplicar esos conocimientos allá, porque nosotros tenemos un sector pesquero que necesita del influjo de sectores que tengan esa práctica como aquí en Dakhla. نظرا للعلاقات والتوجيهات التي وجههم بها سفير المملكه المغربيه السيد ابراهيم موسى في جمهوريه الدومينيكان، وهم بطبيعه الحال مستعدون وسيناقشون هذه الفكره مع المجلس البلدي لمدينه الداخله، لانه يوجد كثير من اوجه التشابه بين جمهوريه الدومينيكان ومدنها مع مدينه الداخله بالخصوص، خصوصا فيما يخص انها مدن ساحليه تتوفر على مؤهلات في الصيد البحري وكذلك في الرياضات المرتبطه بالتزحلق على المياه. ملتقى كرانس مونتانا فرصه للمنتخبين كما لرجال الاعمال والسياسيين وغيرهم من الهيئات والمنظمات الحاضره لاثراء النقاشات المفتوحه التي تهم التنميه والاقتصاد على المستوى العالمي والافريقي خصوصا. قضايا الامن والتنميه لمنطقه افريقيا وتفادي الازمات المحليه والتوجه نحو التنميه الاقتصاديه قضايا الى جانب اخرى شكلت محور اهتمام مختلف المشاركين من القارات الخمس في منتدى كرانس مونتانا العالمي. بكار دليمي ومحمد مشنا. استثمار الخصوصيات المحلية لكل منطقة وبلورة السياسات العامة الهادفة وإنشاء منصة للمبادلات التجارية بين دول الجنوب، بالإضافة إلى إحداث نموذج اقتصادي جديد يجمع الكل في قارة إفريقية متضامنة، كانت أهم الأفكار التي طرحت خلال افتتاح منتدى كرانس مونتانا الذي اختار مدينة الداخلة لهذا العام. مشاركة أزيد من 600 خبير وفاعل وناشط من 112 دولة من أجل التفكير في القضايا الراهنة على المستوى العالمي وعلى المستوى القاري، قضايا الأمن والتنمية، قضايا الطاقات المتجددة، قضايا التعاون جنوب جنوب، كل ذلك يجعل من مدينة الداخلة عاصمة من عواصم النقاش العالمي حاليا، واحتضان هذا المنتدى يمثل في حد ذاته نجاح فضلا على التوصيات التي ستنبثق عنه. كرانس مونتانا qui se déroule en ce moment est en je pense en mesure d'apporter quelque chose de substantiel pour faire connaître cet endroit, pour faire connaître ce qui a été déjà bâti et attirer des investissements. De faire partie d'une société qui fait la carte d'identité au Maroc, hein, le groupe Ouverture Technologie a plus son référence dans l'identité. Donc ça nous permet aussi de rencontrer nos clients et d'échanger des idées sur leur future évolution. Donc c'est un grand plaisir de me trouver ici et de rencontrer tous ces gens. الاهتمام بقضايا السلم والأمن ونشر قيم التسامح في عالم يشهد العديد من النزاعات وتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية أهداف، إلى جانب أخرى يسعى المؤتمرون خلال هذا المنتدى إلى إيصالها إلى صناع القرار في هذه القارة. هذا شرف كبير لهذه الشركة ديال سويسرا نظمته في مدينة الداخلة اللي كتبين القدرات ديال المغرب الحمد لله باش يستقطب هاد الناس في المناطق الجنوبيه ديالو، وباش تكون ظاهره لجميع الاجانب اللي غادي يشاركوا في هذا المؤتمر بالعيش في هذه المناطق الجنوبيه وبالتطور الاقتصادي والاجتماعي اللي عرفته هذه المنطقه بفضل الاستثمارات الباهظه اللي عملتها الدوله المغربيه. كل شخص في المغرب وفي العالم يعني في الدول الاوروبيه خاصه يعلمون ثقل كرانس مونتانا ومصداقيته، لذلك قمنا جاهدين يعني بتنظيم هذه وحظينا بشرف
تغطية إعلامية كبيرة وب يعني وبتتبع ملكي سامي جميعا من أجل عالم أفضل لإفريقيا والتعاون جنوب جنوب شعارات هذا المنتدى الدولي الذي يهتم بالعملية التنموي والحوار والانفتاح والتعاون بين شعوب القارة الإفريقية. بالدخلة وبمبادرة من منتدى كرانس مونتانا تم إحداث نادي أفريقيا الأطلسية، وذلك بغرض الإسهام في الاندماج العالمي للقارة الإفريقية. ويشكل هذا النادي المخصص للتنمية والتعاون بين الدول المطلة على الواجهة الأطلسية ملتقا للفاعلين الأساسيين في عالم الأعمال والسياسة والمال. المزيد في متابعة للسالك بوجدور ومحمد مشنان، إبراهيم جولي ونافع السباعي. القضايا الاستراتيجية التي تهم التعاون الإقليمي في المجالات الحيوية وقضايا الأمن الغذائي نقاط عرجت عليها ندوة إحداث نادي إفريقيا الأطلسية الذي يعد وساما حقيقيا في الاندماج العالمي للقارة الإفريقية كإطار دولي يحقق الغايات الاقتصادية الكبرى والاستقرار الاجتماعي والأمن الغذائي لعديد الدول الإفريقية. هذا الميناء كما تعرف هو ميناء جد مهم، نحن عارفين عن المنطقة هي منطقة حدودية، وهذا اللي يدير لوجيستيك ديال إفريقيا تقريبا على الداخلة به. الآن هذاك السوق محتكرين الأوروبيين، هم الفرنسيين محتكرين هذاك الشيء ديال اللوجيستيك. الآن نحن كساكنة المناطق الجنوبية فرحانين لهذا المشروع ديال البورد الداخلة على المحيط الأطلسي، وهذا اللي يشجع المنطقة واللي يجيب لها استثمارات ثانية ما هي هذه الاستثمارات اللي موجودة الآن. كان هناك إجماع من الحاضرين كلهم على تثمين التجربة المغربية وبأنها واحدة من التجارب الرائدة، واحدة من التجارب اللي يمكن تطبيقها في عدد كبير من البلدان، لا في شقها اللي متعلق بالحفاظ على الثروات، لا في شقها بطبيعة الحال اللي متعلق بالتثمين المنتوج، ولا بطبيعة الحال وهذا الشيء كله ما كانش يمكن يتأتى إلا بفضل أولا التجهيزات المينائية، التجهيزات كذلك المصاحبة لهذا القطاع. المعطيات المتقدمة والمتطورة لحجم التقدم الذي باتت عليه واجهة الداخل الأطلسية أصبحت معه الجهة قبلة دولية وقطبا استراتيجيا واقتصاديا يلبي ويساهم في تكريس التعاون الإقليمي والدولي جنوب جنوب، خاصة وأن المدينة تعد بوابة المغرب على دول إفريقيا، دور يراه المستثمرون المحليون وفعاليات الجهة نقطة متقدمة في المكاسب التي حققتها الجهة والمملكة في المجال البحري والتنموي. كران مونتانا كينعت العلم عن هون خاينة مصداقية، كاينة مصداقية في الصيد البحري. هذه المنطقة اللي هي وجهة وادي بالقويرة هي أكبر منطقة في الصيد البحري، هي أم الحوت كامل. إذا عن رجال الأعمال سود أمريكا أفريقيا أوروبا تتاجج من هنا من الداخلة، لا يقول لك حد داخله هي ام الحوت. اليوم حضرنا الورشه ديال المتعلقه بالصيد البحري، هذه الورشه اللي تحدثت بمعان على افاق المستقبليه بهذه الجهه بالنسبه للصيد البحري، وهذه الجهه اللي تعرف نموا مضطربا في جميع المجالات ولا كذلك في الصيد البحري خاصه، وأثرت كذلك قضية بناء ميناء المتوسطي الذي إن شاء الله في المستقبل القريب ليرى النور. كذلك أثر العديد من التجارب الأوروبية في هذا المجال، ولا كذلك في ما يتعلق بتجربة تشيلي في أمريكا اللاتينية. مستثمرين في هذه الجهة أدلوا بدلوهم وبرزوا على كل حال النواقص الموجودة بهذه الجهة، ونحن على كل حال نتمنى من هذا المنتدى أن ينعكس على الساكنة بصفة عامة. الدول الإفريقية المطلة على الواجهة الأطلسية تمثل حوالي 46% من ساكنة إفريقيا، وتمثل كذلك 55% من الناتج الداخلي الخام، كما تحقق 57% من حجم المبادلات التجارية بالقارة. ويشكل نادي إفريقيا الأطلسية دعامة عملية لا محيد عنها للسياسات الداخلية للدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي. اليوم وعلى هامش منتدى كرانس مونتانا أيضا بالداخل كان لمجموعة من الفعاليات النسوية بالداخل
لقاءات تواصلية مع ناظراتهن المشاركات في المنتدى من مختلف دول العالم للتعريف بمجموعة من القضايا التي تهم المنطقة. محمد المصطفى خيا والصالح الرقيبي والمحجوب كزيزة. فعاليات نسوية تنتمي لمدينة الداخلة ومدن أخرى على الصعيد الوطني تمت إلى جانب نساء أجنبيات مشاركات ضمن النسخة الحالية لمنتدى كرونس مونتانا بالداخلة. والحديث في هذا اللقاء عن عديد القضايا ذات الصلة بحقوق المرأة وطنيا والمنجزات المحققة في هذا المجال. كنت جلسة مع نساء من السودان ومن تركيا ونساء مغربيات، كنا في لقاء تواصلي حول تبادل تجارب النساء في كل دولة على حدة، معرفة العوائق في ذيك الدولة ومعرفة الإكراهات ومعرفة يعني ما وصلت له المرأة من مستوى يعني في مجال الوصول إلى مواقع القرار وفي المجال السياسي طبعا والاجتماعي وإلى آخر ذلك. وكنا كلها يقول اللي عنده، وتكلمت أنا بصفة خاصة على المرأة المغربية في الأقاليم الصحراوية تمتع به هاي المرأة من امتيازات ومن حضور قوي ومن يعني هذا طبعا كفلت أو ورثت عن الأعراف والتقاليد والعادات للمجتمع الصحراوي اللي يكرم المرأة ويحترمها ويضعها في من أولويات أي شيء. حقيقة سعيدين جدا نشارك في فعاليات المنتدى، وسعيدين أكثر نلاقي أخواتنا في نشارك معهم في ضمن فعاليات ونآذرهم ونغف يعني ونؤمن على علاقاتنا الثنائية بين البلدين السودان والمغرب وخاصة في مجال المرأة، ونتمنى يعني أنه تتضافر جهودنا في السودان والمغرب. ولم تفوت نساء الجمعويات على المدينة الداخلة هذه الفرصة دون التطرق للأوضاع المزرية لحقوق المرأة بمخيمات تندوف والدعوة لتدخل عاجل لوقف الانتهاكات الحاصلة بهذه المخيمات. لقاء هذا درنا بالنسبة للنساء، نتكلم عن قضية النساء الإفريقية بصفة عامة بالخصوص النساء المحتجزات في مخيمات التندوف من أجل فك الحصار وضمهم لوطنهم جمع الشمل. هذا اللقاء ديال الفورم ديال كرونس مونتانا يعني مكلي نحن النساء المغربيات صراحة من طنجة للقويرة، وبالنساء اللي جايين من أساسا من بعض يعني البلدان الإفريقية وكذلك من تركيا وبعض البلدان، من أننا نجمعوا وبأننا نتكلموا عن المشاكل النساء اللي هي صراحة في اللقاء اللي عملنا اليوم تبين لنا بأننا عندنا نفس المشاكل يعني مع طبعا الدول الأوروبية يعني سابقنا في بعض الحوايج. تضمن منتدى كرونس مونتانا بمدينة الداخلة النقاش والحديث عن عديد القضايا ذات الصلة بعنصر المواطن. بخطى ثابتة وبمواقف حازمة تسير بلادنا نحو ترسيخ قيم الديمقراطية والحداثة. ومنتدى كرونس مونتانا في نسخته الحالية بمدينة الداخلة مناسبة سانحة لمختلف فعاليات محلية والوطنية لإبراز المنجزات المحققة ببلادنا في شتى المجالات. من الداخلة محمد المصطفى خيا صالح الرقيبي والمحجوب كزيزة لقناة العيون. حضور قوي للنساء إذن، ففي إطار فعاليات ملتقى كرونس مونتانا بالمدينة التي تشهده هذه الأيام حضرت النساء بملفاتهن المختلفة من خلال ندوات ضمن الملتقى، مداخلات ونقاشات سلطت الضوء على عدد من المواضيع المرتبطة بالمرأة وانشغالاتها وتطلعاتها. تفاصيل أوفى في ريبورتاج محمد تروزي ومحمد يدعس. حضرت النساء إلى ملتقى كرونس مونتانا رغم الخلافات والاختلافات العالمية، يوصلن رسالة واضحة في هذا النقاش العالمي المفتوح على النخبة من السياسيين والفاعلين الاقتصاديين. حضرنا من دول مختلفة ومنها ما هو متباعد سياسيا وجغرافيا، لكنهن ناقشن مواضيع مشتركة تهم المرأة بشكل شامل. نساء من أقصى الجنوب ومن أقصى الشمال، من القارة السمراء، من القارة العجوز أيضا، ومن أمريكا، من هيئات ومنظمات حكومية وغير حكومية. تبادلنا الحوارات والأفكار في مواضيع شملت المرأة من جوانب مختلفة بحسب اهتماماتها وتطلعاتها على مستوى كل دولة من دول العالم، سعيا إلى تحقيق الأمن والسلم والرخاء الاقتصادي والاجتماعي للمرأة مهما كانت الحدود التي تعيش داخلها.
Vous parlez d'un Maroc que beaucoup de gens certainement ne connaissent pas et qui est le Maroc qui est au croisement entre la modernité et le respect des traditions. Eh bien, les femmes marocaines sont justement ces femmes qui sont dans cette duplicité de vie. Elles sont modernes, elles sont arabes, elles sont musulmanes, elles sont africaines et elles sont souvent chefs d'entreprise comme moi. Joue également un rôle de médiateur et fait du lobbying auprès des autorités religieuses, coutumières et politiques. Il faut aussi souligner que, grandes victimes des dérèglements climatiques, les femmes sont aussi des partenaires privilégiés dans la gestion des ressources naturelles, notamment durant les campagnes de reboisement et dans les efforts de préservation de notre mangrove. من جنوب إفريقيا حضرت حاملة معها آمالا وآفاقا في التنمية والرخاء لنساء العالم كغيرها من المشاركات في ملتقى كرانس مونتانا. عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الشباب البرلماني الإفريقي اغتنمت الفرصة لإبداء وجهة نظرها حول اللقاء العالمي الذي تحتضنه الداخلة. Tourist attraction, very nice tourist attraction. So if you have all these people from so many different countries, they go back to their countries, they talk about Dakhla. Imagine what it will do for tourism in this region. الملتقى العالمي كرانس مونتانا خصص لقاء بالمرأة طرحت فيه العديد من النساء الوازنات على المستوى العالمي جملة من الإشكاليات التي تعيشها المرأة في عدة قارات خاصة بإفريقيا. اقتصاديا وعلى هامش مشاركته في منتدى كرانس مونتانا، أعلن نائب المدير العام لشركة كوسموس إنرجي الأمريكية عن استمرار عمليات التنقيب عن النفط بسواحل مدينتي الداخلة وبوجدور، عكس ما روجته بعض الجهات بذلك، وبذلك تتعامل إحدى أهم الشركات التنقيب في العالم بإيجابية مع وضع سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. عودة إلى بكار دريمي ومحمد مشنان. التوجه نحو التنمية الاقتصادية وتغيير الأداء الاقتصادي للشركات الإفريقية من خلال تكوين قوة اقتصادية لها تأثيرها على المستوى القاري وتنمية واستغلال الموارد الطبيعية محلياً، مواضيع اقتصادية مرتبطة بالجانب التنموي عرفت مناقشة ومداولة للمشاركين في منتدى كرانس مونتانا العالمي. وخلال مشاركتها شركة كوسموس إنرجي الأمريكية إحدى أبرز الشركات العالمية تعلن استمرارها في العمل من خلال التنقيب عن النفط في السواحل المغربية ما بين بوجدور والداخلة. Nous avons achevé le premier puits d'exploration dans l'océan au large de Dakhla et de Boujdour. Et bien sûr, la découverte n'est pas commerciale, mais il faut dire qu'on a trouvé un système d'hydrocarbures, c'est-à-dire qu'il y a de bonnes signes de gaz et d'hydrocarbures. Donc maintenant, il faut étudier toutes les données que nous avons avec attention. Il faut intégrer ces données aux données que nous avons déjà des études précédentes. Et après ça, basé sur ces données, il faut essayer d'affiner un plan d'exploration pour décider probablement du lieu et du calendrier pour un deuxième puits d'exploration. بالإضافة إلى عمليات التنقيب على البترول والغاز الطبيعي، فاستغلال الموارد الطبيعية وتثمينها هو هدف هذه الشركة التي تعمل أيضا في العمل الاجتماعي. On va continuer les programmes sociaux dans la région. Surtout, nous avons un bureau ici à Dakhla. Je suis ravi de dire qu'on a un bureau ici. Et ce bureau va rester ouvert. Et on va continuer un programme de formation de compétences à Dakhla. Et il y a aussi un programme d'hygiène dans les écoles à Boujdour. مشاركة هكذا نوع من الشركات العالمية ذات الوزن الاقتصادي والعالمي سيساهم في تقوية روابط التعاون القاري والدولي، سيمكن من الاستفادة من هذه التجارب العالمية بالنسبة لدول الجنوب. وغير بعيد عن ذات الموضوع، شكل موضوع الطاقات المتجددة وسبل الاستثمار والتعاون الإقليمي في المجال وكيفية تثمين الطاقات واستغلال المعطيات الطبيعية لدول أفريقيا كان محور نقاش علمي أطره عدد من الخبراء والمسؤولين الحكوميين.
لقاء تم من خلاله تبادل وجهات النظر والمعطيات التي تهم المجال. المزيد مع غالي القارحي ومحمد ياداس ونافع السباعي. احتياجات إفريقيا للطاقة عموما وبوجه خاص الطاقات الخضراء موضوع هذه الورشة التي تضمنت استعراض عدد من التجارب الناجحة في مجال التدبير الطاقي والاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة الريحية والشمسية على سبيل المثال. مداخلات تميزت بتقديم تجربة المغرب المهمة في هذا المجال والاستعداد لتقاسمها مع البلدان الإفريقية وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال. On est en train de lancer une grande initiative pour que le continent africain ait accès à l'électricité et à la lumière. Les trois quarts des femmes africaines subsahariennes n'ont pas de lumière, pas d'électricité. Problème d'eau, d'éducation, de santé, enfin vous imaginez. Et dans cette organisation-là, le Maroc, Sa Majesté, puis le gouvernement, le regard du Maroc sur le Sud et la compétence du Maroc en matière d'électrification rurale et décentralisée est unique. Aujourd'hui, nous avons montré l'expérience marocaine dans les énergies renouvelables à tous nos partenaires potentiels africains. Nous sommes dans un schéma aujourd'hui où le savoir-faire marocain, où l'expérience marocaine dans l'éolien, dans le solaire, dans l'hydraulique est une approche aujourd'hui qui permettra, avec nos frères africains, de montrer que ce qui s'est passé à Tarfaya, ce qui s'est passé à La Youn, où 5 MW éolien fonctionnent aujourd'hui pour donner l'électricité à une cimenterie. جهة وادي الذهب الجويرة كانت حاضرة في هذه الورشة من خلال الإشادة بالإمكانيات الطبيعية الهائلة والتي توفر ظروفا نموذجية للاستثمار في المجال الطاقي لا سيما الطاقة الريحية والطاقة الشمسية والتي تستمد أهميتها من الموقع الجغرافي والظروف المناخية. بدون شك وأنتم تتبعتم الرسالة صاحب الجلالة إلى المشاركين في المنتدى وبكون مدينة الداخلة ستكون بلاتفورم للتنمية وللتوجه نحو إفريقيا، فأعتقد بأن يمكن أن نكون في يعني أن تكون الداخلة تأخذ المكان التي تستحق إذا ما تم الاستثمار في هذا القطاع بحكم المؤهلات التي تتوفر عليها. وقد تميزت أشغال هذه الورشة بالدعوة لتشجيع الطاقات الصديقة للبيئة وتعميم التجارب الناجحة والرائدة في هذا المجال، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب لتدبير أمثل للطاقة لا سيما في البلدان الإفريقية. ومن ميدان الطاقة إلى اهتمامات صحف العالم، كرانس مونتانا المنتدى في دورته 26 بمدينة الداخلة عرف اهتماما متزايدا للصحافة الدولية. كبريات المنابر الإعلامية أوفدت عددا من مراسليها إلى هذا الحدث حيث تصدرت الداخلة العناوين الرئيسية البارزة لهذه الوسائل. بكارد ليمي من جديد. خصصت كبريات الصحف العالمية والعربية الصادرة اليوم غالبية عناوينها الرئيسية لمنتدى كرانس مونتانا المنعقد بمدينة الداخلة. هذا الحدث الاقتصادي الهام تميز باهتمام الصحفيين المتواجدين بمدينة الداخلة لنقل الوقائع أولا بأول. حوالي 120 صحفيا يمثلون منابر إعلامية عالمية جاءوا لنقل وتتبع هذا الحدث بما فيها قنوات خاصة بمنتدى كرانس مونتانا. Alors je suis assez impressionné parce que c'est vrai que nous déjà on est deux équipes sur place pour interviewer, pour filmer les débats, les échanges, les conférences. Et puis je vois qu'il y a beaucoup de confrères du monde entier, des confrères français que j'ai pu rencontrer de la presse écrite, des confrères marocains, beaucoup de télévisions d'Afrique d'une manière générale. Les gens sont très disponibles pour répondre aux questions. C'est vrai que c'est un lieu d'échange, un lieu de débat, un lieu de dialogue, un lieu de parole. Donc les gens sont très enclins à venir s'exprimer aux caméras. C'est un cadre de travail très agréable qui permet de rencontrer des personnalités vraiment prestigieuses. Donc c'est vraiment un bonheur de pouvoir travailler pour un événement comme celui-là. A handful of journalists from international journalists here. There's a couple from France. There's myself from the United Kingdom. There's fewer than I had expected. نقل وتتبع هذا الحدث العالمي جعل من مدينة الداخلة قبلة لعدد من الصحفيين من بقاع العالم جاءوا لنقل الحدث البارز بالإضافة إلى الاطلاع على ما تزخر به هذه المناطق من مؤهلات اقتصادية طبيعية وسياحية وفرص استثمار.
وراء الكواليس هناك رجال آخرون. الأطر الصحية والوقائية بدورها كانت حاضرة لإنجاح التظاهرة العالمية. فعلى هامش منتدى كرانس مونتانا بالداخل اتخذت مجموعة من الإجراءات والتدابير الصحية والوقائية لضمان سلامة المشاركين. روبورتاج في الموضوع لمحمد مصطفى خيا والمحجوب كازيزا. هنا بالقرب من قصر المؤتمرات بالداخل ينكب مختلف الفاعلين في الشأن الصحي للاستعداد لأي طارئ والإشراف على إجراء مجموعة من الفحوصات الطبية للراغبين في ذلك. آليات مهمة وأطر متعددة تسهر على هذه العملية على هامش انعقاد مؤتمر كرانس مونتانا بالداخل في دورته 26. جندت وزارة الصحة طاقمها بمصالحها بالجهة لتغطية هذا الحدث العالمي، حيث تم تجنيد أكثر من 20 فرد منهم 10 أطباء وممرضين وتقنيين. الهدف منها هو التغطية الصحية للمشاركين في المؤتمر. مروحية طبية بطاقمها الطبي كاملا قادمة من مدينة مراكش تتواجد هنا مكان الحدث للتدخل في أي أمر يستدعي ذلك. تم تعبئة المروحية للإسعاف والمستجعلات الطبية والإنعاش اللي تابعة للمستشفى الجامعي لمراكش لتغطية الحدث اللي كتعرفوا مدينة الدخلة. هذه المروحية مخصصة لنقل الحالات الاستعجالية اللي خصها عناية مركزة والإنعاش إلى مدينة العيون أو مدينة مراكش. وهذه المروحية مجهزة بالآليات وبالمعدات لمعالجة الحالات الخطيرة والحالات المستعجلة. خصت الدولة منتدى كرانس مونتانا بالداخل بعناية فائقة لإبراز الواقع الحقيقي الذي يعيشه المغرب في مجال الرعاية الطبية والإنسانية. وينضم إلينا محمد الزميل محمد تاروزي عبر الأقمار الاصطناعية. محمد، ما هي المواضيع التي تم تناولها اليوم في نقاشات المنتدى العالمي كرانس مونتانا؟ نعم زميل سارك زبير، تواصلت لليوم الثاني عقد الجلسات والندوات العلمية، حيث تطرقت الجلسة الأولى الصباحية لتأسيس نادي إفريقيا الأطلسية لما له من إيجابيات جمع على مستوى الاقتصاد الدولي والرفع من حجم المبادلات التجارية وتوفير الأمن الغذائي والتكنولوجيا الرقمية والدور الذي سيلعبه هذا النادي في الحياة الاقتصادية بإفريقيا بشكل عام. كما عقدت بالموازاة مع ذلك مائدة مستديرة حول الأمن الغذائي والصناعة البحرية التي باتت معطى اقتصادي هام يخضع بدوره للظروف الاقتصادية والمتغيرات الإقليمية وللمعطيات الجغرافية. النقاشات توسعت لتشمل كيفية استثمار المجال. الفترة المسائية تواصلت بها عقد الندوات التي اختلفت محاورها بين الاقتصاد والتنمية، وهمت إحداها مجالات الطاقة باعتبارها معطى اقتصادي بديل لمصادر الطاقة التقليدية. طيب محمد، لو حدثتك عن التوصيات التي خرج بها المنتدى العالمي، ما هي أهم هذه التوصيات؟ نعم، في البداية لابد أن نشير الزميل سارك الزبير إلى أن حفل أو الجلسة الختامية التي انتهت منذ ساعات معدودة عرف تكريم عدد هام من الشخصيات الوازنة في عالم السياسة والاقتصاد والمجتمع الإفريقي الراضي في حقوق الإنسان والحريات والتنمية والبيئة والعلوم. نخص هنا بالذكر تكريم كل من أرلون دريتون الرئيس السابق لجمهورية إستونيا وخوسي ثاباتيرو ورئيس حكومة إسبانيا السابق، والسيدة أمينة تال رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالسنغال، والسيد فيليب دوست الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، وجون لاي بوغلو وكيل التنمية المستدامة، ودوغلاس ديتي نائب رئيس وزراء جزر الصالمون، ورشيد علي من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودون بلاي أكوبا رئيس المجموعة الإيفوارية لحقوق الإنسان. المكرمون تنوعت كلماتهم بين الثناء والمديح واستحضار النجاح الذي حققه المنتدى ودعوتهم إلى الاستثمار في إفريقيا ومساعدته على النهوض تنمويا، خاصة في القضايا الإنسانية التي تهم الطفل والمرأة وحقوق الإنسان، فضلا عن الدفع بالعجلة التنموية بإفريقيا واستغلال المعطيات الطبيعية والجغرافية لها واستثمار أمثل للجهود الدولية في رسم ملامح السلم والتسامح والتعايش بين الشعوب. هكذا كان ختام ملتقى كرانس مونتانا بكلمات جمعت بين معاني تدعو إلى بذل مجهودات كبرى لتحقيق تنمية مجتمعية بين دول العالم. إليك خط زميل سارك زبير. محمد تاروزي زميلنا بمعيتي الزملاء الآخرين، شكرا جزيلا لكم جميعا عبر الأقمار الاصطناعية. وبهذا نطوي صفحة المنتدى العالمي كرانس مونتانا
هذه السنة بالداخلة. في الوقت الذي احتفت به مدينة الداخلة يعاني سكان الضفة الأخرى على مرين أزيد من 400 شخصية يمثلون مختلف القبائل الصحراوية خرجوا اليوم في وقفة احتجاجية أمام مقر الكتابة العامة لجبهة البوليساريو منددين باستفحال الفساد ومطالبين بالتغيير. المزيد في تقرير فاتح لمين. عندما تجوع البطون كل المبادئ تنتحر، تضيع الأهداف ولا يظل من سبيل سوى الرغبة في الخلاص. مشهد يعكسه بجلاء خروج المئات من المحتجين بمخيمات تندوف حاملين لافتات تندد باستفحال الفساد، ولسان حالهم يردد حرية وعدالة. وقف أزيد من 400 محتج يمثلون مختلف القبائل الصحراوية اليوم أمام مقر الكتابة العامة لجبهة بوليساريو يصفون العالم بما لم يكن قد وصف به قبلا، عالم جبان ضاعت فيه حقوق الإنسان، ذلك وصفهم. رددوا الشعارات وحملوا اللافتات، حملوا رايات تمثل جبهة بوليساريو، ليس تعبيرا عن موقف سياسي بقدر ما هو كبح لميليشيات تستعد للانقضاض عليهم في أي لحظة. فالمطالب اليوم اختلفت والسياسات تغيرت ليحل الاقتصاد محلها. رغبة الشباب اليوم العيش الكريم، أبسط ما منحته الطبيعة من حقوق، عمل، مأوى وبيئة آمنة. عالم لهؤلاء فيه شأن، تلك أبخس الحقوق إن غابت تغيب معها آدميتهم، ولا غرابة في أن يجد الإرهاب البلاذة ويجد هؤلاء الحضن والخلاص. Comment voulez-vous développer un monde au 21e siècle en paix avec 2 milliards de gens qui n'ont rien? C'est une honte, c'est la honte de l'humanité. Évidemment, le terreau est là. Si les gens n'ont rien à perdre, si les gens n'ont rien à perdre. تلك صورة عن الوصف باتت غنية، وهذه أخرى عن الوصف أغنى. الداخلة لبست جبة الامتياز بإنجاح منتدى كرانس مونتانا، 112 دولة رقم يعبر عن قيمة المغرب سياسيا اقتصاديا وتنمويا. دول تمثل أفريقيا، آسيا، أمريكا اللاتينية وأوروبا، رقم يدل على أن العالم عقد العزم على ترسيخ قيم التضامن والتعاون والحوار، التنمية والاستقرار، السلام الإقليمي والدولي. توضحت معالم الاهتمام العالمي، فزاحت عن كل الاعتبارات السياسوية والخلافات التقليدية، وبات الاقتصاد صلب الاهتمام. Le Maroc une puissance de modération et de dialogue, incarnant un chemin de changement et de stabilité trop rare dans la région, grâce aux efforts constants de Sa Majesté le roi Mohamed VI. En faveur tant de l'unité de son peuple, de la paix que du développement économique. Hay dos razones fundamentales. Una, y es que la cooperación con África y el diálogo con África ha sido siempre uno de mis elementos fundamentales en la acción cuando fui primer ministro. Y creo que todo lo que suponga hacer un apoyo a esa cooperación de África, a la vertiente atlántica africana, al diálogo con Europa, es importante. Y, suelo responder a las invitaciones que tienen que ver con eso. إنها نظرة العالم إذن للمنطقة العربية وأفريقيا، نظرة بعيدة المدى، مستقبلية متفائلة بشكل واقعي وعقلاني لتدبير الأوضاع الخطيرة المحدقة بدول الإقليم ككل، ما يتطلب تنظيف دواليب مؤسسات بعض الدول من العناصر التي تشجع على التطرف والتلاعب بمصير المنطقة وأمنها. صور نهاية النشرة نختارها لكم من إحدى السهرات الفنية المنظمة على هامش منتدى كرانس مونتانا. موسيقى
من أجواء الاحتفال بمدينة الداخلة إلى أجواء الفقرة الخاصة بأحوال الطقس بالأقاليم الجنوبية غدا إن شاء الله. يرتقب تشكل كتل ضبابية خلال الصباح جوار بعض المناطق من سواحل المحيط الأطلسي. الحرارة الدنيا غدا إن شاء الله 17 درجة بالقويرة، 10 درجات بكل من قليبيم وطاطا. بالنسبة لدرجات الحرارة العليا 29 درجة بأسا و 19 درجة بسيديفني. حالة البحر وعلو الموج غدا إن شاء الله، ما بين الجديدة والطرفية سيكون البحر هائج إلى قوي الهيجان وسيتراوح ما بين متران إلى 3 أمتار. شروق الشمس غدا إن شاء الله على الساعة 7:07 وغروبها على الساعة 6:57. أحوال الطقس غدا إن شاء الله ببعض العواصم والمدن المجاورة 20 درجة بالرباط، 32 بنواذيبو و 35 بنواكشوط و 27 درجة بتندوف. قبل الختام نذكر مشاهدينا الكرام أنه يمكن لمن فاتته متابعة نشرة الأخبار الأيام الثلاثة الماضية متابعتها على موقعنا على الإنترنت snrt.ma، كما يمكنكم متابعة البث الحي لقناة العيون وإذاعتي العيون والداخل الجهويتين من خلال زيارتكم لموقع المجلس الملكي الاستشاري لشؤون الصحراوية forecast.com، كما يمكنكم متابعة نشرات الأخبار وجديد البرامج عبر الآيفون وهواتف الأندرويد، وذلك بتحميل التطبيق المجاني لقناة العيون من الأبل ستور وجوجل بلاي. إلى هنا ننهي هذه النشرة الإخبارية
وإلى اللقاء.